انت كنت احلى عروسه، احلى واحده شفتها في الواحد. انا ما كنتش مصدقه اللي بيحصل النهارده ده. اتجوز وابقى عروسه؟ ايه الحلاوه دي؟ والنبي ما في احلى منك في الدنيا. ايه دي؟ خفتي؟ ايه دي مطلعها ليه؟ ما هو لازم. يا دهوتي ربنا يخليك ليا يا عجو، وربنا يسترك. ربنا يخليك ليا يا طوحة. هروح انا بقى عشان اوريهم المنديل. هو لازم دلوقتي؟ انت عارفه بقى عوايد. طب ما تتاخرش. اتاخر؟ انا جاي هوا. بقول لك ما تتاخرش. فريره. طب يلا. مش عارف ايه اللي حصل لي، اول مره ده حصل لي. معلش يا حبيبي معلش، بتحصل يعني عادي، ما جراش حاجه. وبعدين يعني هو انت مستعجل على ايه؟ ده احنا فرهدنا النهارده في الفرح خالص، يعني بكره ان شاء الله نبقى كويسين. بكره؟ لا، في حاجه غلط. رايح فين؟ هشرب سيجاره. ها عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن، بس زهقانة قوي. هو مفيش حاجة تتعمل في البلد دي الواحد يتسلى بيها؟ بصي، هو مفيش دلوقتي، بس الايام اللي بقى فيها سياح بتبقى حلوة، بيعملوهم احتفالات بالليل، وتقريبا اهل الواحد بيبقوا موجودين. بس كده؟ لا، ولما يبقى في حد بيتجوز بيعملوهم احتفالات وحنة زي ما حصل معك بالظبط. يعني معنى كده ان الواحد اللي عايز يتسلى لازم يرجع يتجوز تاني؟ ودي كمان صعبه، فبيبقى من الاسهل انك تستني موسم السياح. وده امتى ان شاء الله؟ اوائل الشتاء. لسه هستنى للشتاء يا رابحه؟ بقول لك زهقانه عايزه اتسلى. بقول لك مفيش. طب بقول لك ايه يا رابحه، انا بشوفك يعني كل يوم الصبح خارجه كده، بتروحي فين؟ بروح الشغل. بتشتغلي؟ بتشتغلي ايه؟ بشتغل مشغولات فضيه زي العقدان والحلقان والغوايش وكده يعني. طب بقولك ايه؟ ما تشغليني معاكي. هشوف، بس جايز جدي ما يوافقش لان المكان بتاعه. يبقى مش هيوافق. طب بقولك ايه؟ ليكي في الخياطه؟ يعني شويه كده على خفيف. في مشغل للخياطه والصناعات اليدويه زي الجلابيب والكليم والحصير والمفروشات وكده يعني، ايه رايك؟ ماشي يلا خلاص اي حاجه. خلاص لما نروح استاذني يا عمي عاجوة، ولو وافق باخدك وبنروح. انا اعرف المديره بتاعه المشغل. استاذن عاجوة؟ استاذن ده ايه؟ طبعا هيوافق. يلا يلا بينا. عاجوة عجوة عجوة. ايه في ايه يا طوحة؟ قوم اصحى كده، قوم اصحى وكلمنا. حاضر، بس في ايه؟ في حد ضايقك؟ حد مين اللي هيضايقني؟ هو انا في حد بيشوفني ولا انا بشوف حد عشان حد يضايقني؟ ده انا قاعده بين اربع حيطان، هطق خلاص، هشق هدومي. معلش معلش، هي الدنيا هنا كده هاديه وممله، بكره تتعودي. طب قوم خرجني، يلا قوم نخرج. حاضر حاضر. مساء الخير يا مرات عمي. يسعد مساكي يا ربحة. جدي عايزك يا عمي.
هو حابك يعني؟ حابك يعوزك دلوقتي؟ طب انا بقى خارجه اتمشى لوحدي. قلت لك مليون مره ما ينفعش تخرجي لوحدك، افهمي بقى. هروح اشوفه عايز ايه وارجع تاني. ما انت المره اللي فاتت قلت لي هروح اشوف، وقعدت مع جدك ساعتين ونص وانا قاعده ملطوعه مستنياه. هو في ايه؟ يوه انا زهقت، ارحميني بقى. روحي معاها يا رابحه، ويا رب نهدى بقى. نهدى؟ بس يا ريت انت بقى ما تهداش اكتر من كده. ها حاجة تزهق، حاجة تقرف. أنا خلاص زهقت، زهقت، قرفت من البلد اللي ما فيهاش حاجة تتعمل دي، والبيت اللي أنا محبوسة فيه في أربع حيطان مع ضل راجل. يا توحة، ما أنت عارفة إحنا هربانين من مصر ليه؟ وبعدين يعني اللي إحنا فيه ده أحسن من السجن. سجن؟ هنا سجن وهناك سجن، بس هنا سجن كبير قوي. يا ريتك سبتني هناك، على الأقل حياة في خطر أحسن من موت. موت؟ ربنا يسامحك يا توحة. اتصرف، شوف لي شغلانة، اعمل أي حاجة. شغل إيه يا توحة؟ ما أنت عارفة إن هنا مفيش ستات بتشتغل. وبعدين تشتغلي ليه؟ إحنا مش محتاجين، أنا أهلي مبسوطين وعندنا أرض. بقولك شوف لي شغلانة. برضه شغل، وأنت اللي زيك تعرف تشتغل إيه؟ أنت بتعرفي تعملي حاجة؟ أنت عارف كويس أوي أنا بعرف أعمل إيه. قصدك إيه يا توحة؟ قصدي انك تتصرف وتشغلني. انا عرفت من رابحة ان في مشغل هنا والستات بتشتغل فيه. المشغل ده مش من مقامك. وانت اللي كنت من مقامي عاكم. يلا يا بت. ردي وشك، مش كل حد اخدك معاه تبقى الكارت في وشك كده. يا اهلا وسهلا. هنا قلبك ايه؟ هلين يا حجة، هلين. ازيك يا شيخ مطاوع؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله مصر منورة. خوخة العروس. يا مساء الجمال. مساء الخير. اهلا اهلا. بص بقى يا شيخ مطاوع، انا يعني مش عايزه اقول لك، الاستاذ صبحي المحامي بتاعي خلص لك اهي عقود الجواز، حتى الشهود ماضيين. انت بقى بايدك الكريمه تمدي لي العقدين وبعتهم وقت ما انت عايز يا اخويا. واو. وهي يا حجه، هي رسوم الفلوس، اصرفيهم وقت ما انت عايزه. تسلم ايدك يا اخويا، من يد ما نعدمهاش. وانت يا جميله الجميلات، انا بعطيكي قلبي بس حافظ عليه، اوعك تصرفيه. ها والنبي، عسل عسل.